السلام عليكم شباب. المحاضرة اللي فاتت تكلمنا احنا على الـ variables والـ data type، وقلت الـ variables هي عبارة عن متغيرات اني احجزها بالذاكرة حتى استفاد من عدها في وقت ثاني. هذه المتغيرات من احجزها بالذاكرة لازم اخصص data type خاصة بها، يعني من احجز اني ارقام لازم اشوف هذه الارقام تابعة ليا قسم من الـ data type اختارها، مثلا بايت او اختارها شورت او اختارها انتجر او اختارها اللونج. وقلنا اللونج هو يبدي بالارقام بالسالب والموجب من هذا الرقم الى هذا الرقم بالسالب والموجب، وبالنسبة للانتجر هم كذلك لها رقم محدد، والشورت والبايت كذلك كل واحدة لها رقم معين. اذا اباوع على الارقام اللي موجودة عندي والداتا تايب، البايت الوحيدة اللي تاخذ لي ارقام بالموجب، يعني من اجي اني اتعامل ويا ارقام بالموجب لازم اخذها بايت، ولازم تكون هاي الارقام محصورة بين الصفر والميتين وخمسة وخمسين. اما اذا اريد اخذ ارقام بالموجب لازم اشوف الارقام اللي راح اخذها امتدادها منين يبدي الحد يا رقم وين ينتهي، واخذ على اساس هذا الشيء اخذ الارقام اللي موجودة عندي. ليش؟ حتى احدد لها او احجز لها مساحة واسعة وين بالذاكرة. بعدين اخذنا مثال على السترينج، وقلنا المثال بسيط. طبعا رفعت لكم المثال مع السترينج، وبنفس الوقت رفعت لكم المحاضرة الاولى اللي هي تتكلم على المزمة الاولى. اليوم راح ابدي بموضوع جديد. طبعا باقي التفاصيل اللي موجودة بالمزمة اذا اجي اشوف هذا السلايد، هذا السلايد يعطيني طريقة تعريف الفاريبلز والمتغير. طبعا راح اقول له اني دم، راح اقول له الفاريبلز نيم، وبعدين اقول له شنو الداتا تايب. طبعا هذا الشيء احنا اخذناه بالمحاضره اللي فاتت، قلت له دم وقلت له اس اس او قلت له زيت او قلت له اي، وبعدين اعطيته شنو نوعيه البيانات، اما تكون بايت او انتجر او سترينج، واخذنا هذا بالمحاضرات اللي فاتت. اذا تراجعون انتم المقطع الفيديو اللي دزيت لكم اياه راح تشوفون كل التفاصيل اللي فيه. باقي الملزمة تشرح تفاصيل جدا بسيطة، اللي هو شلون اني اقدر اسوي متغير واطي داتا تايب واطي قيمة معينة، اللي هو مثلا قيمة فاليو. خلينا ناخذ مثال بسيط على هذا الشيء حتى نشوف هذا السلايد شنو اللي يعني عندنا. راح افتح المايكروسوفت فيجوال ستوديو، واخذ مثال جدا بسيط اللي هو مثال نفس الحاسب اللي سويناها، بس هنا راح اعطيه مباشرة فاليو معين بدون استخدام التكست بوكس الاولى والتكست بوكس الثانية. راح انزل فقط تكست بوكس واحدة فقط، راح اعطي تنفيذ او اعطي نيو بروجكت، بعدين اختار الفيجوال بيسك ويندوز فورم ابليكيشن، اعطي اسم معين او ابقيه على نفس الاسم واقول له اوكي. راح يفتح عندي البرنامج اللي هو برنامج الفيجوال بيسك اللي احنا نفذنا عليه اكثر من برنامج من المحاضرات اللي فاتت. اذن هذا البرنامج اللي عندي. احنا قلنا بالنسبة لبرامج الفيجوال بيسك لازم اسوي ديزاين، يلا اسوي شنو، يلا اسوي ديزاين، بعدين اسوي الكود مالتي. اذن راح انزل ديزاين جدا بسيط اللي هو بوتون، وراح انزل وياها شنو، راح انزل وياها تكست بوكس وحدة فقط. دبل كليك على البوتون، وراح اسوي عملية حسابية تتكون من عملية حسابية واحدة فقط، يعني ما تاخذ لي اكثر من رقم، تاخذ لي فقط رقم واحد. مثلا راح اقول له دم ال اي از، نقول له مثلا بايت وتساوي مثلا 10، نقول له انتر دم
be as byte وتساوي نقول مثلا 20. بعدين اقول له dim c as byte. بعدين انزل اجا واقول له c تساوي لي ال a plus b. وبعدين اقول له text box 1.txt يساوي لي c. طبعا هذا المثال هو ياخذ لي قيمة معينة للرقم الأول وقيمة معينة للرقم الثاني، وبعدين يسوي لهن عملية جمع ويعطيني ناتج الجمع مالتهن ويخلي لي اياه وين بالتكست بوكس 1. إذن هذا المثال يختلف على العمليات الحسابية اللي احنا قلنا بيها بالمحاضرة اللي فاتت. من أعطيه تنفيذ راح اجي للمثال مالتي، فقط اضغط على البوتون راح يعطيني الناتج مالتي اللي هو 30، اللي هو حاصل جمع العشرة مع العشرين. هنا انا ما اعطيته اثناء التنفيذ اعطيته الرقم الاول والرقم الثاني، لا، هنا مباشرة بالكود مالتي اعطيته قيم محددة وقلت له القيمة الاولى عشرة والقيمة الثانية عشرين، وهذا الكود يسوي لي حاصل جمع الـ A والـ B. إذن هذا كود جدا بسيط يمثل لي عملية إعطاء قيمة معينة للمتغير أثناء عملية تعريف المتغير، اللي هو هذا السلايد يتكلم عليه. هنا عندي dim، عندي الـ variables name، variables name عندي هنا مثلا بالمثال، هنا عندي الـ variables name A، هنا عندي الـ variables name B، هنا عندي الـ variables name اللي هو C. بعدين قلت له الداتا تايب مالته، هنا اعطيته داتا تايب من نوع بايت، إذن بايت بايت، وبعدين اعطيته قيمة معينة اللي هي الفاليو مالته شنو تساوي لي بالمثال الأول أو بالتعريف الأول تساوي لي 10 وبالتعريف الثاني تساوي لي 20. إذن هذا مثال جدا بسيط يوضح هذا السلايد انه انا شلون اعطي متغير واعطي قيمه معينه. السلايد اللي بعده يشرح السلايد هذا مباشره ويقول لي شلون تصير العمليات عندي، شلون تصير عمليه ديكليريشن بالبدايه، شلون بالبدايه اعرف المتغير وبعدين اسوي له انيشلايز فاليو واعطي قيمه داخل برنامج مالتي. اذا variables declaration rules انه انا شلون اعرف ال variables واعطي قيمه معينه. السلايد اللي بعده يوضح لي قيم الداتا تايب اوكي اثناء عمليه التعريف. يقول عندي كل النومريك تايبس 0 وانا اعرفها بهذا الشكل اعطيها 0. يعني انا من اجي اعرف ارقام اقول له مثلا بالمثال مالتي dim a as byte يساوي لنا 10. إذن ما أقدر أنا أقول له 10، لا ما يصير هذا الشيء، لازم أعطي شنو؟ لازم أعطي رقم 10. إذن هنا كاتب لك مثال لازم تعطي بمكان كلمة 0 تعطي شنو؟ رقم 0. بالنسبة للبولين، البولين اللي هو أحدى الداتا تايب اللي موجودة عندي تأخذ لي أما false أو تأخذ لي true. بعدين عندي char ياخذ لي اما صفر او واحد، هذه راح ناخذ عليها امثله. وعندي بالنسبه للسترينج والاوبجكت هذه اني اعطيها قيمه اثناء عمليه التنفيذ، مثل ما اخذنا مثال الكوبي والكات من كتبت اني يلا اخذت لي شنو القيمه. اذا بالبدايه تكون امبتي، بعدين عندي الديت اوكي، عندي زميلكم سالني سؤال انه شلون اعرف الديت، يكون بهذه الطريقه وراح تاخذ لي قيمتها اللي هي بهاي الطريقه. طبعا ان شاء الله بالمحاضره القادمه بالعملي راح اشرح لكم شلون اعرف الديت والشار والبوليان. البوليان هم راح ناخذها بالمراحل المتقدمه من ناخذ التشيك بوكس والراديو بوتونز، هذه ادوات راح ناخذها مستقبلا. اذا هذه الملزمه طبعا هنا عملية الـ operations اللي تكون عندي
أما أكتبها بهاي الطريقة أوكي، أو أكتبها بهذه الطريقة، وهذه راح نشوفها إن شاء الله أكثر وين باللوبس، من ناخذ اللوبس التكرارات راح نشوف هاي التفاصيل. الملزمة اللي بعدها راح تتكلم عن اليمن، راح تتكلم عن اللوبس. خليني أجي أفتح الملزمة ونشوف شنو اللوبس. اللوبس اللي هي الملزمة الخامسة عندي، هي الملزمة الثالثة بس أنا هنا كاتبها رقم 5. هنا نفتح اللوبس نحط 5 العفو، هذه الأري بعدنا ما واصيلها. خلينا نشوف رقم 2 أو 4 نتأكد منها. نعم، إذن الرابعة اللي هي chapter 4 المفروض يصير عندنا هنا chapter 3. chapter 3 اللي هو يتكلم لي على ال repetitions أو اللوبس. إيش أقصد أني بال repetitions وإيش أقصد أني باللوبس؟ هذه النوعيات اللي موجودة عندي اللي راح ناخذها إن شاء الله كلها اللي تمثل لي repetitions أو اللوب. اللوبس هو عبارة عن كود برمجي أعطيه أني للبرنامج حتى ينفذ لي أكثر من عملية. يعني شنو؟ يعني أني إذا أريد أطبع قيمة من 1 إلى 10، بمكان ما أطبع قيمة 1 بعدين 2 بعدين 3 لحد ما أوصل للعشرة، هنا راح ياخذ من عندي كود 10 مرات عملية طباعة. لا، راح أسوي لوب وأعطيه طباعة واحدة وأقول له هذه الطباعة أطبع لياها عن طريق اللوب. إذن راح يطبع من 1 إلى 10 باستخدام اللوب، باستخدام عملية طباعة واحدة. هذا الشيء يعني يخليني أنه أنا أنفذ أكواد معينة باستخدام اللوب، وراح يوفر علي عملية كتابة الكود، وبنفس الوقت عملية الإكسكيوشن، وبنفس الوقت عملية الإيرور راح تكون عندي جدا قليلة. يعني أنا من أكتب كود متكون من 10 أسطر، مو مثل ما أكتب كود متكون من سطر واحد. سطر الواحد أكيد راح يكون عملية الإكسكيوشن مالته سريعة، وبنفس الوقت كتابة الكود مالته راح تكون سهلة وتقلل لي عملية الإيرور أثناء كتابة البرنامج. إذن عند النوعية الأولى اللي هي الفور نيكست، خلينا ناخذ مثال باللوبس اللي هو الفور نيكست. راح أرجع للديزاين مالتي وأسوي ديزاين جديد خاص لللوبس. اللوبس من أجي أني أكتب بيها مثال ما راح أستخدم التكست. ليش؟ لأن التكست تعطيني قيمة واحدة فقط، أنا أريد تعطيني أكثر من قيمة باستخدام اللوب. ممكن طباعة من 1 إلى 10، من 1 إلى 100، إذن راح تكون عندي 10 مرات طباعة أو 100 مرة طباعة. إذن التكست ما يفيدني. ليش؟ لأن التكست تعطيني عملية طباعة واحدة فقط. لهذا السبب راح أمسح التكست وأستخدم أداة جديدة تفيدني بعملية التكرارات اللي هي الليست بوكس. راح أسحب الليست وأنزلها وين؟ بالديزاين مالتي. إذن الليست بوكس يعطيني تكرارات أثناء عملية الحل مالتي. إذا كانت عندي 10 تكرارات راح يعطيني 10 تكرارات، أو إذا كانت عندي 100 تكرار راح يعطيني 100 تكرار، وهكذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لبقية التكرارات اللي موجودة عندي. راح أجي أكبر حجم الخط، راح أضللهم كلهم تضليلة واحدة، وراح أعطي من البروبرتيز فونت وأعطي حجم خط بولد، مثلا نعطي رقم 20. راح يكبر الحجم مالت الخط مثل ما تشوفون أمامك. راح أجي على البوتون ومن خاصية التكست راح أغير الاسم مالتها من بوتون 1 إلى 4 نيكست اللي هو النوعية الأولى باللوب. إذا سميتها أني 4 نيكست اللي هي هذه موجودة عندي، النوعية الأولى 4 نيكست. المثال اللي أريد أسوي أني اللي هو عملية طباعة الأرقام من 1 إلى 10 باستخدام اللوب.
راح اجي اني اضغط دبل كليك على الفور واسوي المثال مال، حقول له dim a as byte. ليش استخدمت بايت؟ استخدمت بايت لان اني راح اطبع ارقام من 1 إلى 10، اذا راح استخدم المتغير اللي هو بايت، والبايت هي عبارة عن ارقام من 0 لل 255 مثل ما شفنا احنا ديما بالمثال او الشابتر اللي فات اللي هو شابتر 2. بعدين راح اجي اقول له الفور الاي تساوي لي 1 2 10. من اقول له انتر، بس اقول له انتر راح تنزل عندي النيكست. شوف من 1 نزلت عندي النيكست. ليش؟ لان باي ديفولت الفيجوال بيسك يعرف انه مع الفور عندي نيكست، مع بقية اللوبات مثلا عند الدو وايل عند وياها لوب، عند الوايل عندي معها اند وايل، عند الدو وياها لوب وايل، الدو الثانية لوب انتل، وعند الدو انتل وياها لوب. اذا انا فقط كتبت الفور، هو من واحدة نزل لي شنو؟ نزل لي النيكست، لان الفيجوال بيسك محفوظ بهذه الكودات. اذا راح اقول له عملية الطباعة تكون المن للاي، والاي هي تبدي من 1 إلى 10. راح اجي اقول له في هذا المكان list box 1.items.add المن للاي، اطبع للاي. الاي هي اذا اباوع الكود اللي فوقها الاي تبدي من 1 2 10. راح اجي انفذ واشوف، ضغط تنفيذ واجي اضغط عن يمن على الفور، راح يطبع لي من 1 إلى 10. اذا صار عندي عملية تكرار بكتابة الكود مالتي. زين، هذا الكود راح ينفذ لي من 1 إلى 10. زين، اريد من الكود هذا ينفذ لي من 1 إلى 10 يطبع لي، بس ما يطبع لي الأرقام الفردية، أريد يطبع لي فقط الأرقام الزوجية. هنا إذا أجي أشوف المثال مالتي، هذا المثال يطبع لي جميع الأرقام من 1 إلى 10. أنا أقول له أطبع لي من 1 إلى 10، بس أريدك تطبع لي الأرقام الزوجية. إذن أنا بالبداية أفكر الأرقام الزوجية من 1 إلى 10 تبدي بمن؟ تبدي برقم 2، صح؟ لأن الواحد هو فردي. راح أغير الواحد إلى 2 وأخلي 10 ثابتة، بس بهاي الحالة من أجي أنفذ راح يطبع لي من 2 إلى 10، وهذا الشيء أنا ما أريده، أنا أريد فقط الأرقام الزوجية. إذن حتى أسوي عملية تكرارات باستخدام رقم معين بعد 10 راح أقول له space step وأطي رقم 2. يعني شنو؟ يعني يسوي لي لوب يبدي بالـ2 وينتهي بالـ10، بس الزيادة ما تتكون 2 2، يعني أول قيمة عندي 2، بعدين 4، بعدين 6، بعدين 8، بعدين 10. يعني عملية التكرارات تكون 2 2. راح أجي أنفذ، أطي تنفيذ، راح يطبع لي 2 4 6 8 10. زين، إذا أجيت أنا قلت له هنا أطبع لي الأرقام الفردية اللي محصورة بين من؟ بين 1 و10. شو راح أسوي أنا؟ راح أقول له 1. ليش؟ لأن 1 يعتبر فردي، فأطبع لي من 1 إلى 10 وزيد لي 2. يعني شنو معناته؟ راح يطبع أول رقم اللي هو 1، بعدين يزيد 2، بعدين يزيد 2 يصير 3، ويزيد 2 يصير 5، ويزيد 2 يصير 7، وهكذا لحد ما يوصل علما للـ9. الـ10 ما راح ياخذها. ليش؟ لأن الـ10 هي رقم زوج. خليني أجي أنفذ وأشوف، أجي أضغط على الفور، راح يطبع لي 1 5
ثلاثة خمسة سبعة تسعة. العشرة ما طبعها ليش؟ لأن العشرة هي رقم فردي. هنا صارت عندي واضحة عملية الطباعة مالتي. هذه الاثنين أقدر أسويها ثلاثة؟ نعم أقدر أسويها ثلاثة. أجي أنفذ وأشوف ثلاثة شو راح يطبع لي. أول قيمة عندي الواحد، وبعدها يزود لثلاثة. بعد الثلاثة راح تجيني أربعة، بعدين تجيني سبعة، بعدين تجيني عشرة. زين أقدر أسويها مثلا خمسة، ماكو مشكلة راح أسويها خمسة أو أي طي أي رقم. هذا الستيب والرقم معناته عملية الزيادة لمن؟ للواحد. يعني أول قيمة راح تطلع عندي الواحد، بعدين تصير عندي عملية الزيادة. طي تنفيذ وأضغط على الفورنكس راح يطبع لي واحد ستة فقط، لأن الواحد وبعدين زيد لي اياه خمسة راح يصير ستة. يزيد لي اياه خمسة ايش قد راح يصير؟ راح يصير 11. بهاي الحالة انا ما راح اخذها. ليش؟ لان انا اللوب مالتي ينتهي بالعشرة ورقم 11 ما موجود عندي. اذا هذه اذا كان عندي عملية شنو؟ عملية لوب باستخدام الفور، واللوب مالتي يبدي من واحد الى عشرة. زين اذا اريد اسوي اني اللوب مالتي تنازلي، يعني شنو تنازلي؟ يعني يبدي لي من عشرة وينتهي لي بواحد. هنا من اجي اني امسح الستيب واجي انفذ، شوف يتنفذ. ما راح يتنفذ. ليش ما يتنفذ؟ انا اقول لكم ليش ما يتنفذ. ما يتنفذ لان الفيجوال بيسك تعرف عملية الزيادة بواحد تكون عادية وطبيعية ومحفوظة داخل الفيجوال بيسك. بس اذا زيادة باثنين لازم اقول له ستيب اثنين، اذا زيادة بثلاثة ستيب ثلاثة، اذا نقصان بواحد حاليا عندي شنو؟ عملية نقصان. اريد انقص العشرة انقصها واحد تصير تسعة، العشرة نقصها التسعة نقصها بواحد تصير ثمانية، وهكذا لحد ما أوصل للواحد. الفيجوال بيسك ما يعرف عملية النقصان، لازم أني أطي شنو؟ لازم أني أقول له نقص لي إياها بواحد. إذن في هاي الحالة راح أقول له ستيب ماينس وان، صحيح؟ هنا راح أجي أنفذ. هنا كذلك عندي مشكلة، ما راح يتنفذ عندي. ليش ما يتنفذ عندي؟ اقول له تنفيذ ما راح يتنفذ، وراح يأشر لي ايرور بهذا المكان، راح يقول لي هنا عندك مشكله. شوفون اللون الازرق هنا. تجي شنو؟ تجي فائده الفيجوال بيسك وسهولتها على باقي لغات البرمجه. اعطاني ايرور قال لي هنا انت عندك مشكله انه سالب واحد ما يصير تكتب سالب واحد. ليش طلعت عندي سالب واحد؟ طلعت عندي سالب واحد لان اني معرف الاي بايت، والبايت اذا ارجع الها حتى تشوفونها هنا نجي البايت هي ارقام محصورة بين من؟ البايت ارقام محصورة بين الصفر والخمسة وخمسين. سالب واحد مو من ضمن هذا الرقم، مو من ضمنه. اذا بهاي الحاله بما انه انا استخدم السالب واحد لازم اغير شنو؟ لازم اغير الداتا تايب مالتي. ليش؟ لان انا دخلت بالسالب. من اجي اشوف اي داتا تايب تاخذ للسالب، عندي ثلاث نوعيات تاخذ للسالب. زين اني اريد استخدم اقل نوعيه من ذني، لان اذا استخدمت الشورت راح ياخذ 2 بايت، واذا استخدمت الانتجر راح ياخذ 4 بايت، وإذا استخدمت اللونج راح ياخذ 8. أنا عندي أرقام بسيطة، إذا لازم أستخدم شنو؟ لازم أستخدم الشورت. ليش؟ لأن راح ياخذ لي 2 بايتس. إذا أنا أحجز مساحة بالذاكرة 2 بايتس أفضل ما أحجز مساحة 8 بايت. إذا راح أجي أقول له أمسح البايت وأقول له شورت. هسه حالياً صار عندي شنو؟ راح الايرور من سالب واحد، كان عندي ايرور راح الايرور من عندي.
من أجي أنفذ حاليا البرنامج مالتي راح يتنفذ بدون أي مشكلة. من أقول له لوب راح يطبع لي من 10 إلى 1. إذا ردت اللوب مالتي يبدي من 10 إلى 1 وأريد فقط الأرقام الزوجية، بهذه الحالة راح أقول له -2. راح يطبع لي أول قيمة رقم 10، بعدين ينقصها ب2 تصير 8، بعدين ينقصها ب2 تصير 6 إلى رقم 2. الواحد ما راح يأخذه، ليش؟ لأن الواحد يعتبر رقم فردي. راح أعطيه تنفيذ وأجي أضغط على الفور نيكست، راح يطبع لي 10 8 6 4 2. إذن صارت عندي معلومة جدا واضحة أنه شو وقت تكون عندي عملية زيادة وش وقت تكون عندي عملية نقصان. أني إذا عندي عملية زيادة أخلي بايت، بس إذا عندي عملية نقصان أو عملية طرح لازم شو أسوي؟ لازم أخلي سالب وأغير شنو؟ أغير الداتا تايب إلى شورت. دكتور محمد، هذا الشيء يكون فقط من 10 إلى 1؟ لا عادي، خليني أخلي أنا من 100 إلى 1 وأعطيه تنفيذ، راح يطبع لي من 100 إلى 1 ويطبع لي فقط الأرقام الزوجية. أقول له تنفيذ، طبع لي 100 98 96 94 وهو نازل الحد رقم 2. زين، إذا أجيت هنا أنا أعطيت رقم، مثلا نغير هذه نسويها 1 إلى 100. هذه الحالة أنا راح أخلي شنو؟ راح أخلي 2، أريدها تصير عملية زيادة 2 2، وراح يعطيني بهاي الحالة الأرقام الفردية. ليش؟ لأن راح ينزل لي 1، بعدين يزود لي ب2 يصير 3، ويزود لي ب2 يصير 5، وهكذا. إذا ردت يطبع لي الأرقام الزوجية بمكان الواحد راح أسويها 2، وبهاي الحالة راح يطبع لي 2، بعدين 4، بعدين 6، وهكذا. زين، إذا أجيت أني رجعت البايت ونفذت، راح يتنفذ؟ أكيد راح يتنفذ. ليش؟ لأن أولا أنا ما عندي سالب، عندي عملية زيادة، إذن الاثنين هي محصورة بين 0 و255، اللي هو شنو؟ اللي هو الرينج اللي خاص بالبايت. من أجي أنفذ راح يطبع لي من 2 إلى 100. زين، إذا أجيت أنا غيرت بالمثال مالتي، قلت له اطبع لي من 2 إلى 1000 وأعطيه تنفيذ، ما راح يتنفذ عندي. ليش ما يتنفذ عندي؟ وإذا أباوع على الفيجوال بيسك أشرالي إيرور بهذا المكان. ليش أشرالي إيرور بهذا المكان؟ لأن أنا عابر الرينج مات البايت. البايت أنا قلت هو عبارة عن من 0 للـ255، وأنا عبرت للألف. إذن بهذه الحالة لازم أعرف شورت. As short. إذن بهذه الحالة راح يتنفذ عندي البرنامج. طي تنفيذ، راح يطبع لي من 2 إلى 1000 ويسوي عملية الزيادة 2 2. لحد هنا صارت عندي واضحة عملية الزيادة وعملية النقصان باستخدام الفور. من أجي أطبعاني أستخدم أداة الليست بوكس دوت آيتمز دوت آد وأطبع شنو؟ أطبع الأي، والأي هي عبارة عن عداد لوب يبدي بالـ2 وينتهي بالـ1000،
والزيادة راح تكون 2 2. زين، هذا الشيء جدا واضح، ما يراد له شيء. إذا اجيت أني وعرفت هنا بمكان الشورت، عرفت مثلا سترينج أو نترك السترينج، خلينا نعرف بوليان. اللي هو هذا البوليان، راح اجي له كوبي نزله عندي، عرفت بوليان. هنا من اجي انفذ اني راح يعطيني ايرور. ليش يعطيني ايرور؟ لان البوليان تاخذ لي فقط شنو؟ فقط بوليان تاخذ لي فقط true او false، الارقام ما تاخذها. اذا هنا عندي ايرور، لازم اشيل البوليان واعطي شنو؟ اعطي متغير خاص بمن؟ بالارقام. قل له مثلا بايت، وهنا كذلك راح يعطيني ايرور، راح اقول له الى 100، راح يروح الايرور من عندي. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للفور. اذا اجيت اني سويت لوب باستخدام الفور، اذا اجيت اني سويت لوب باستخدام النوعيه الثانيه اللي هي دو وايل لوب، خليني اشوف شنو الاختلاف اللي هو يختلف على الفور. طبعا الناتج راح يكون نفس الناتج، بس عملية الكود راح تختلف عندي. راح اجي اكتب كود جديد، راح امسح هذا الكود واخلي فقط دم اي از بايت، واريد اطبعاني من 1 إلى 10. راح انزل لي جوا، راح اقول له الاي تساوي لي 1، اذا اول قيمة عندي بالاي هي 1. انزل لي جوا، راح اقول له دو while الاي اكبر او تساوي لنا 10. فقط اقول له انتر، راح ينزل لوب مثل ما نزل عندي شنو؟ عند النيكس بالفور نزل عندي لوب. وين؟ بالدو while. من اجي اباو على الدو while راح القى وياها شنو؟ القى لوب. من اجي اباو على الفور القى وياها نيكست. راح اجي للمثال مالتي، راح اقول له list box 1.items.add المن للA، نفس عملية الطباعة بالمثال السابق. وبعدين راح انزل لي جوا، راح اقول للA تساوي لي A زائد 1، عملية الزيادة مالتي. اذا هذه الخطوة هي مشابهة لخطوة الستيب، ستيب 2 استيب 3 استيب ماينس 1 استيب ماينس 2. هذه الخطوة هي مشابهة للاستيب اللي موجود وين عندي؟ بالفور. من اجي انفذ هذا المثال، اعطي تنفيذ واجي اضغط على الفور نيكس. طبعا هذا المفروض يصير دو وايل، ماكو مشكلة، ما راح ينفذ عندي. شنو المشكلة؟ خلينا نجي نشوف المشكلة مالتنا وين. هنا المثال مالتي اول قيمة عندي شنو؟ الاي، والاي تساوي لي 1. اجيت اني بالشرط مالتي قلت له الاي اكبر من 10، وهذا الشيء غلط، لان 10 هي اكبر من الاي. اذا لازم اغير الشرط مالتي، اعطيه اصغر. اذا الاي هي اصغر من 10، بعدين اطبع لي وبعدين زيد لي بواحد. خليني اجي اشوف المثال مالتي هسه راح يتنفذ 100%. طي تنفيذ، راح يطبع لي من 1 إلى 10. خليني اجي اشوف هنا شلون صارت عملية الطباعة عندي. طبعا اول قيمة هي جد هي 1، راح تدخل الاي اللي هي 1 بهذا المكان، بمكان الاي راح يكون 1.
الواحد هو أصغر أو يساوي لنا 10. نعم اللي هو أصغر راح يجي يطبع لي الواحد بهذا المكان، بعدين الواحد راح يزيد لي بواحد، صار شقد؟ صار 2. راح يصير لوب يرجع للبداية، الواحد صارت 2، ينزل المل للشرط مالتي، الاثنين هي أصغر أو تساوي لنا 10. نعم هي أصغر، راح ينزل لي جوا يطبع لنا 2، وبعدين 2 يزيدها بواحد راح تصير 3. إذا يصعد لوب مرة ثانية، 3 تنزل وين؟ تنزل بالشرط مالتي، 3 هي أصغر أو تساوي لنا 10. نعم هي أصغر أو تساوي لنا 10، وراح يطبع للثلاثة، بعدين 3 يزيدها بواحد، وهكذا لحد ما يوصل إلى رقم 10. نقول 9، 9 هي أصغر أو تساوي لنا 10. نعم أصغر، راح يطبع للتسعة، وبعدين 9 راح يزيدها بواحد، راح تصير شقد؟ راح تصير 10. لو الأي صارت 10، 10 هي أصغر أو تساوي لنا 10. نعم هي تساوي 10، راح يطبع لي العشرة، بعدين ينزل لي جوا لحد هنا، بعد ما متوقف العشرة راح يزيدها بواحد راح تصير شقد؟ 11، راح تصعد لي فوق، بعدين راح تصير شنو؟ الاي هي 11، 11 هي اصغر او تساوي لنا 10. لا ما يصير الشرط مالتي هنا ما راح يتحقق، راح يطلع من البرنامج ويطبع من 1 إلى 10 فقط مثل ما موجود عندي. اضغط يطبع لي من 1 إلى 10. زين اذا اريد اسوي العكس، اريد اطبع من 10 إلى 1، بكل بساطة هذه القيمة الأولى راح تصير 10، هنا الشرط مالتي راح يكون أكبر، لأن 10 أكبر من 1، القيمة النهائية راح تكون عندي 1، وعملية النقصان تصير ناقص ما تصير زائد، هنا راح تصير عملية ناقص. ليش؟ لأن 10 راح ينقصها بواحد، بعدين راح ينقصها بواحد، بعدين راح ينقصها بواحد لحد ما توصل لمن؟ للواحد. إذا 10 ناقص 1 9، 9 ناقص 1 8، 8 ناقص 1 7، لحد ما توصل للواحد ويوقف الشرط مالتي. من أجي أنفذ هنا طي تنفيذ راح يطبع لي من 10 إلى 1. يقوم طالب يقول أستاذ إحنا مو أخذنا سالب 1؟ زين هنا مو لازم نغير البايت نسوي مثلا شورت؟ لا بهاي الحالة ما راح يتغير. ليش؟ لأن أنا هنا قلت للأي نقص لياها بواحد، مو الأي سويتها واحد سالب واحد. بالمثال اللي قبل الفور الأي سويتها سالب واحد، يعني أطيتها قيمة سالب واحد، هنا قلت له لا، قلت للأي نقص لياها بواحد. أكو فرق بين أنه أني أطي قيمة الأي بالسالب، وبين أني أطي قيمة الأي بالموجب وقل له نقص لياها بواحد. إذن هنا أنا الأي مطي رقم 10 أو مطي رقم 9، وبعدين هاي الأرقام نقص لياها بواحد. إذن بهاي الحالة أنا إذا استخدمت البايت ما راح يعطيني إيرور، لا راح ينفذ لي بكل بساطة. إذن هذه النوعية الثانية باللوب، طبعا أقدر أسويها ناقص 2، أوقف التنفيذ وأطي هنا ناقص 2، من أطي ناقص 2 وأجي أنفذ راح ينقص لي، يبدي بالعشرة وبعدين ينقص 2 2، بدأ بالعشرة ونقصها 2 2. نفس الحالة إذا أريد أسويها من 1 للـ100، نفس الحالة إذا أريد أسوي من 100 إلى 1000، نفس الحالة إذا أريد أسوي من 50 للـ1، فقط أنقص وأزيد. إذا عبرت الميتين وخمسة وخمسين لازم أغير شنو؟ أغير الداتا تايب أسويها شورت، وإذا ضمن الرينج مالتي لا أستخدم فقط بايت. قبل ما أنهي المحاضرة إذا أجيت هنا أنا بهذا المثال مالتي نفذته طبع لي من 10 للـ2 وأجيت ضغطت مرة ثانية راح ينفذ لي مرة ثانية، هم كذلك يطبع من 10 إلى 2، وإذا ضغطت مرة ثالثة راح ينفذ لي مرة ثالثة، هم كذلك يطبع من 10 للـ2، وكل ما أضغط راح ينفذ لي، كل ما أضغط راح ينفذ. شوف إيش قصرت عندي تنفيذات، كل شوي صارت عندي.
أنا أريد ينفذ لي مرة واحدة فقط، ما أريد ينفذ لي كل ما أضغط، لا، كل ما أضغط ضغطة واحدة راح ينفذ لي، من أضغط ضغطة ثانية راح يبقى نفس التنفيذ اللي موجود عندي. هنا ايش راح أسوي؟ راح أجي بالبداية في هذا المكان وأقول له list one dot items dot clear، غطي قوسين. هذا الكود راح يسوي؟ راح يمسح لي الليست بوكس كل ما اضغط على اليمين على البوتون، راح يمسح وينفذ مرة ثانية. خليني اجي انفذ، اجي اباوع للمثال مالتي، من اضغط على الكوماند او البوتون راح يطبع لي من 10 الى 2، من اضغط مره ثانيه راح يمسح الموجود عندي وينفذ لي اياها مره ثانيه. يمسح وينفذ، يمسح وينفذ. اذا اني من اباوع للتنفيذ مالتي راح يبقى هو نفسه، بس هو بالاصل راح يمسح وينفذ، كل ضغطه راح يمسح وينفذ، كل ما اضغط يمسح القديم وينفذ الجديد، بس اني اباوع عليه هو بقى نفسه ما تغير. هذا مشابه لمن؟ مشابه لعملية الكوبي والكات. انه انا من اجي اسوي عملية كات هي مشابهة لعملية الكوبي، بس راح اسوي؟ راح امسح التكست الاولى، اسوي لها تكست 1.txt يساوي لي دبل كوتيشن دبل كوتيشن، وهذا نفذناه بالمحاضرة اللي فاتت. الحد هنا راح اتوقف واكمل على المحاضرة القادمة. وصلنا لمن؟ وصلنا لللوب الثالث اللي هو الوايل اند وايل. هوقف التنفيذ.